بار اكزومبل نتفكر اول اول ما عديت في الثالثة معناها فرعة اللي ريت عند امي وبابا هذيك اصعب حاجة بالحق معناها فهمت هذيك اصعب علاش خاطر انا مثلا من عائلة بسيطة من مجتمع بسيط كيف ما احنا الكل اللي مثلا باللي تعمل يبداو يستناو معناها في اي ولدهم كيفاش باش يشرفهم وانت تعرف جعفر معناها كي امك مثلا كيفاش تبدا في الحومه كيفاش ولده يتعدى في التلفزه ولا ابوك فهمت الفخر اللي تراه عند كي تبدا انت ما عوضتيش بالفلوس ما نعرفش انا ما مشيتش ما جبت ما هزيتش بوك حج امك ولا ما هزيتش حد وما قاعدين ما قلت لحد وراو اول مره فهمتني يراو فيا في التلفزه مصدقين معناها توما حتى راك تبريزيتي طماطم يبرا معناها كيفاش ما همش مصدقين كيفاش بابا بالدموع ويعنق فيا وانا نرى في روحي معناها خاطر ما قلت لهمش نمشي نبرر في الكل ما نقول لهمش فهمت كيفاش اول ما راوك الدرج هذاك وقت خدمت بابا يعنق ويطلب في جماعه في البلاد والناس تطلب والكل تحس روحك ميت. ترتاح فهمت ميت. تحس ميت. روحك عملت حاجه هذاك ما تشريهاش بفلوس الدنيا